على إفام أحلى راديو. التسعة وعشرين دقيقة توا في FM أحلى راديو. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كانوا يخلطوا لكم الفريكونس متاعنا. هذه كلام في الليل حلقة الجمعة 26 فيفري 2021. انونسوكم فيها لمدة ساعتين من زمان حتى للحداش كالعادة. نحاولوا نختاروا مواضيع اجتماعية نحاولوا نحكيوا فيها بالعمق الكافي باش نخلطوا نفهموا شنية أسبابها شنية مخلفاتها وكيفاش نجموا نتعاملوا معها. بحضور كالعادة في كل حلقة مختصين في مجال متعدده باش يجاوبوا على اسئلتكم اللي جيونا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام وإلا على 31 380 الف. تنجموا تطلبونا زاد على 58 550 706. موضوع حلقتنا لليوم الحرق لكل متسائل على الموضوع هذا. دونك نوامر تليفون على ذمتكم. يحضر معنا اليوم الدكتورة ضحاب الشيخ طبيبة نفسية. مرحبا بك. ومعنا زاد محمد القطبي أخصائي في علم الاجتماع. أهلا وسهلا. مرحبا بكم بكل متابعين. ساعتين من زمان حتى لحداش موضوع حلقتنا دونك نذكركم اللي هو الحرقة. نسمعوا روبورتاج من عند زميلتنا سهيب مبراهم وراجعين. قصة التوينسة مع شقوفة الموت عمرها مهي بشتوفة ومنيهم بش يوصلوا للضفة الشمالية من المتوسط. ما انقطعتش نهار رغم مخاطر الرحلة. البحر في أقصى لحظات هدوء وصفائه تخبينا أمواجه أسرار مؤلمة ويحتضن البحر أرواح وحلت فيه وهي تحاول الإبحار عبره بحثاً عن حياة تضمن الكرامة. شقوفات تتكدس فيها السيد المهاجرين السيد بلي روح يراو الحراقة الشقف اللي بيش يشق البحر جسر بيش ينجيهم من الجحيم الفقر ومن خيبتهم النفسية. العباد هذم ولاو يراو البحر عادل أكثر من الحكومات الأنظمة والسلطة أما ما يعرفوش إنه غدار وعنده زوزوجو الأول أزرق صافي هادي والثاني أسود هائج. وكيما يقول المثل التونسي ثلاثة ما تمنهمش في الدنيا البحر السلطان والزمان. ظهرت الهجرة غير النظامية في تونس ارتفعت بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد الثورة حيث أن 20,000 مهاجر وصلوا السواحل الإيطالية خلال سنة 2020 وتم إحباط محاولة 200 مهاجر باتجاه السواحل الأوروبية في 18 جانفي 2021. الإحصائيات الصادرة عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه خلال الأشهر الثمانية من 2020 قام حوالي 8,000 تونسي بعبور البحر المتوسط نحو إيطاليا أكثر بستة مرات من اللي تم تسجيله في الفترة نفسها من 2019. الحكاية هذه خلت السلطات الإيطالية تطالب السلطات التونسية بذل مجهود باش توقف القوارب هذه وبعثت زادة وفود لتونس المناقشة سبل توقيف الهجرة غير النظامية والآليات المناسبة. في الفترة الأخرى ظهرت ظاهرة جديدة في تونس تتمثل في الحرقة العائلة كاملة خيرت ركوب الأمواج باتجاه إيطاليا. عائلات جازفوا بحياتهم وحياة صغارهم. فما عائلة من العائلات هذم مكونة من 7 أفراد بينهم 2 بنات عندهم إعاقة عضوية انطلقت رحلتهم الشابة لجزيرة لامبادوزا سرا على متن قارب مطاتي. الحكاية ما وقفتش هوني ليه الأتعس من هذا شوفور متاع تاكسي اللي وصلهم للبرد خير انه يمشي معاهم والقرار اخذه في أجزاء مثانية من غير تردد. ما ينجمش كلامي هذا يعبر على الوجيعة اللي خلفوها الشباب هذو في قلوب والديهم وعائلتهم اللي حبوا لهم مستقبل به بعد يرجعوا لهم في صندوق. الحرقة ظاهرة ترجع لأسباب اقتصادية اجتماعية سياسية وخاصة ثقافية والسلوك هذا ما عادش حكر على فئة معينة. نلقاو كما قلت لكم نساء ورجال على متن شقوفة الموت ونلقاو المتمدرسين أصحاب الشهائد العلمية برفقة ذوي المستوى التعليمي المحدود وفما اللي ينتميوا لعائلات محترمة الدخل ماديا خاضوا زادة تجربة الحرقة. الوضعية الاقتصادية الهشة اللي تعيشها البلاد التونسية وارتفاع نسب البطالة وانسداد أفاق الشغل خليه ظهرت الحرقة تزيد من عام لعام.
والشريحة الأكبر للمهاجرين ينتميوا المناطق داخلية اللي تعيش وضعية اقتصادية واجتماعية صعيبة وما حظتش بالتنمية على مر سنوات. الشباب التونسي يعيش اليوم أزمة ثقة مع الطبقة السياسية وخاصة الطبقة الحاكمة، ويعتبر الشاب إنه الثورة اللي قام بها اتسرقت منه وإنه ما تبدل شيء من 2011. بالعكس الوضع زاد تأزم، والحل الوحيد هو الهجرة من البلاد والبحث على حياة جديدة. فما بعض الشباب التونسي قادر على السفر والحصول على الفيزا والأوراق الضرورية، والبعض الآخر ما تمكنوش ظروفه من ذلك فيولي عاجز ويحاول بشتى طرق الوصول إلى ما يعتبره طوق النجاة الأخير بالنسبة لي. الطوق هذا قد يكلف حياته. الحلقة اليوم اتجاوزت مسألة الظاهرة الاجتماعية، فولينا نتحدث على ثقافة شبابية جديدة. لا تقولي صفري، لا تقولي عاني، يمي ما عليا ما تبكيش، يمي ما عليا ما تخافيش. مشكورة زميلتنا سهيب برهام على الروبورتاج اللي كنتوا تسمعوا فيه. مازلنا مواصلين معاكم دونك موضوع حلقتنا اليوم نذكر اللي هو الحرقة. تنجموا تطلبونا تعطيونا أراءكم على 31 380. فاصل إشهاري صغير وهنا راجعين. رجعنا لكم من جديد في كلام في الليل حتى الـ11. مواصلين معكم رحلة، نرجع على الكلمتين الأخرانيين اللي خلتهم زميلتنا سهى. تجاوزنا مرحلة الظاهرة الاجتماعية، ولينا نحكيه على ثقافة شبابية جديدة. نبدأ معك صديقي محمد، إستوريكمون كانت موجودة الحرقة وإلا فما حاجات خلتها تتوجد، فما حاجات خلتها تتكاثر؟ هو الظاهرة هذه كما ظواهر الكل في اللي يعرفه المجتمع التونسي منذ عقود، والمجتمع التونسي ولا ولاد للظواهر الاجتماعية. الظاهرة هذه جات بعد تغيرات اجتماعية كبيرة في تونس حصلت في تونس. وكل عادة اللي حكيته قبل ودي من عادوا إنه تونس في مرحلة يعني في نوع مرض اجتماعي ولا أنومية اجتماعية. تونس تعاني يعني فما تغيرات حاصلة، فما تغيرات حصلت، وتونس مش عارفة لتو روحها وين تمشي، ومش عارفة كدولة وكقرار سياسي وكشعب مش فاهمين حد شيء. يعني الشعب عنده تمثل إيجابي للهجرة وقابل، وإحنا تاريخين شعب يهاجر يعني وقابل جدا للهجرة، وما عنده شكل انكماش على يحب الانفتاح ويحب التنوع ويحب يهاجر ويحب يعرف ويعرف ويتعايش مع حضارات أخرى. في معظم شعوب العالم هذا موجود، والشعب التونسي مثلا في المغرب الكبير يتميز بهذا. يعني تاريخيا يعني يتميز بهذا، حتى الحفريات التاريخية الكل تأكد أنه الشعب التونسي تاريخي منذ آلاف السنين يعني هو الشعب مهاجر. أما اللي تغير الطريقة والشكل إنه الشعب التونسي لقى روحه في فترة من بعد الاستقلال يعني بشوية بشوية ويصير تضييق على الهجرة. وحتى الولينا للشعب التجأ، والفئة معينة من الشعب التونسي التجأت يعني للشكل هذا من الهجرة الغير نظامية والهجرة غير شرعية. يعني هو ما هوش خيار لكن هو واقع، فرضاته الظروف الحاصلة في تونس، فرضاته حتى الأوضاع الإقليمية والعالمية كل والاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي كلها تحاول تمشي في نظام غير عادل للهجرة. ويعني والهجرة ما عادش حق يعني حق للشعوب العالم ولا حق يعني مجزأ. فما ناس نجم تهاجر وفما ناس لا، وفما فئات تهاجر وفما فئات، هذاك اللي صار يعني في العموم. نوضح دونك نحاولوا نقسموها، معناتها الفتره الاخرى اللي عشناها نعرفوا اللي مثلا احنا اللي في مخ العبد كونه باش يهاجر باش يمشي يلقى معناتها احلام جديده، باش يلقى افاق جديده. الشمال بالنسبه لي نحن ايطاليا ما كانتش مشكله بالنسبه للتوانس، نجموا نتنقلوا معناتها لايطاليا فاسيلمون. هو
كما حكيت لك هو من الاستقلال حتى يعني كي نحكي الاستقلال في فترة الخمسينيات الستينيات حتى السبعينات، السبعينات فما نقلة صغيرة ما هيش مؤثرة كبيرة حتى البداية التسعينات وانصرت النقلة الكبيرة يعني في تنظيم كبير واتفاقيات جديدة ونولينا نحكو على يعني تأشيرة ونحكو على تضييق واتفاقية شنغن ولينا نحكو على الواحد. قبلها الكل كان اللي يرغب في الهجرة من تونس في اتجاه البحر يعني ما بعد البحر الأبيض المتوسط واللي في اتجاه أوروبا، كانت عملية سهلة والعكس كانت يعني خاصة في البدايات كانت عملية ممكنة جدا والناس كل تنجمها يعني حتى ما غير بعد بدأ تضييق في الفترة بعد شوية بدأ تضييق ولو يعني انتقائي هجرة انتقائية ويتواصلك المسار الانتقائي حتى البداية التسعينات ولا انتقائي 100% وصار التضييق ولا المهاجر التونسي في أوروبا ولا مشكل ما عاد جزء من الحل ولا من التنمية المستدامة اللي في إيطاليا ولا في فرنسا ولا جزء من المشكل ولا يتمثلوه كمشكل كغريب يعني كغريب والغريب في أوروبا هو غريب يعني غريب على الحضارة متخلف ما ينجمش يتعايش ما ينجمش يدخل في الحضارة الغربية اللي ترى روحها حضارة يعني بعيدة كل البعد بنواميسها ومبادئها وبثقافتها وعلى اللي عايشينه بينه كانوا اندماجه صعيب في وسط المجتمعات الغربية وظهر وظهر زاد المهاجر التونسي ظهر ظهر اندماجه خطر المهاجر التونسي ما نعرفش نقول للأسف ولا مش للأسف وقت يمشي الإيطالي يمشي في يمشي بعاداته وبتقاليده وفما يعني نحكوا على الأدفاق كاملة يعني بتاع مهاجرين من ظفرين عرش كامل مثلا في الجنوب في الفر ضعيف وفي جهات كاملة تبدأ عائلات كاملة تمشي مع بعضها وقت تمشي أنت عائلة لأوروبا تمشي يعني عرش أو بالمعنى القبلي هذاك تمشي أكيد باش تحافظ على جزء كبير من عاداتها وتقاليدها وتحاول وتدخل في مرحلة الأم يعني في مرحلة صدام ولا صراع ثقافي يعني وين يصير الكونفلي يعني النقطة بتاع الصراع بينها وبينك الحضارة يعني حضارة وافدة وتقاليد وافدة مقابل يعني حضارة متاحة ومستقلة وثابتة بدأت تحس في روحك. خلينا في النقطة هذه نتوجه لك دكتورة بالسؤال الانتجراسيون بتاع شعوبنا اليوم كي يطلعوا البرة صعيبة أسوبوان اللي خليونا عبارة معناتها ممنوعين من اجتياز الحدود متاع الشعوب الأخرى. احنا تحكي على يعني الهجرة الغير الشرعية ولا تحكي بصفة عامة؟ لا بصفة عامة يعني نجم نقولها عن خبرة بما أني معناها وصلت دراستي زادة في فرنسا وعشت مع توينسا ومغاربة معناها المهاجرين بصفة عامة من جميع الجنسيات ما نجموش نقولوا معناها الاندماج نتاع التونسي هكا نعموه معناها احنا كي نقولوا اندماج معناها انتغراسيون عنا الساعة قبل كل شيء الدوافع اللي خليتك الشخص باش تمشي عن الساعة المحيط متاعه اللي هو كان فيه شنو كان مقدم له وهو شنو ينجم يكون مقدم له ما يكفي لكن هو مش كما نقولوا عارف يتصرف في اللي عنده ولا ينجم يكون غير كافي اللي وقع تقديم ودونك هو شنية أحلامه شنية رغبته وشنو الهدف متاعه من المشي متاعه عن شنو الطريقة اللي مشى بها ومن بعد وقت اللي هو غادي باش تولي شنو زاد كيما نقولوا البريغوكي اللي عنده على البلاد هذيك معناها على المجتمع هذاك خاطر احنا اللي نشوفوه بالنسبه حتى شي يعرف على العادات وتقاليد المجتمعات هذيك حتى على الحياه خاطر احنا فما في المخيله نتاع يمكن التونسي ولا بصفه عامه نقولوا احنا التونسي انه ماشي الفردوس معناها هذاك ويمكن هو التاريخ نتاعنا يمكن تاريخ الاستعمار تاريخ انه هذيك بلدين كما نقولوا باش يلقى روحه على جنة على وجه الأرض باش يلقى روحه في العايش برشا فلوس باش يلقى روحه في باش يلقى الكرامة والأمان وكل شيء معناها الكل شيء باش يلقاه لكن يمكن ما يتصورش أنه بالمقابل هو زاد عنده واجبات بالمقابل هو ساعة حتى يلقى هذاك الكل ساعة من ناحية فهمتني ومن ناحية أخرى عنده واجبات ينجم يكون مش واعي بها عنده خطر كل بلاد معناه كل شخص كل طرفين هو أخذ وعطاء معناه مش باش تقبلك هكيكة جايب مشاكلك ولا جايب تعطل فيهم ولا تقلق فيهم ولا تجيب لهم في كما نقوله في حاجات ما هيش باهية ولا فهمتني دونك هو أسكو واعي بهذاك وهذا ينجم يمس الإنسان القاري ولا اللي مش قاري اللي بشهد ولا مش اللي عنده صنعة ولا ما عندوش
عندوش، اللي عنده عائلة واللي ما عندوش. دونك يدخل فيه الجانب معناها ثقافته، ويدخل ثقافته الاجتماعية نقصد معناها بخل في الجانب الدراسة، ويدخل فيه هو كيفاش بالنسبة ليه نظرته للهجرة. عامل ثالث نتصور اللي يدخل فيه الموتيف نتاع الخروج نتاعو على بعد كان حرية مطلقة كان يلوش فيها. سامحني هذي ما يخصش كان التونسي، هو هذي الروا احنا غادي في المهاجرين الكل معناها مهما يكون جاي من آسيا ولا جاي من 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 معناها شمال أفريقيا ولا جاي من أي بلاد وكانت فهمت. كل واحد شنو الدافع متاعو أنت، وكل بلاد خاطر شنو اللي فيها، علاش خرج من بلاده، وعلاش. دونك احنا بالنسبة للتوينسا فما جانب يمكن خاص بالتوينسا معناها بالطبع التونسي، هو لما حالة عنا فيما يخص إيطاليا اللي هي نقولوا احنا أقرب وأسهل بالنسبة للهجرة الغير شرعية، أنه كما نقولوا كي باش يمشي هو ديجا عنده هيك الفكرة متاع النجاح اللي باش يجي معناها الفلوس، نقولوا احنا اللي باش تجيه بالسهل واللي باش يلقاها بالسهل واللي الناس باش تقدروا وتحترموا حتى كان هو يتصرف على كما نقولوا طريقته كما هو باش يتصرف. لا غلط هذاك سي با دوني من ناحية، وزادة فما شوية زادة التونسي عنده الفكرة أن معناها مش أحسن من الشعوب الأخرى ولا مثلا العرب نقصد، ولا لأنه عنده هكا عنده فكرة أنه متميز يمكن ولا ذكي ولا ينجم يعدي روحه ولا فما الفكرة هذيك معناها ينجم ألخكو هو مطالب ينجم يكون حتى إذا كانت شرعية الهجرة متاعه مطالب بالعمل، مطالب بالانضباط، مطالب باش يحترم الشعب اللي هو فيه فهمتني. هذا التونسي ما مش ديما واعي به بصراحة، واضح. لهنا باش نحكيو في النقطة الثانية على البروفيل اللي نجموا نلقاهم معناها انهم الأقرب للهجرة الغير شرعية. قبل خلينا نكملوا تسلسل الأحداث. دونك قلنا البريود كانت من الأول من 91 ونرجعوا لتالي، وقتها فما الفيزا شنغان وما عادش نجموا نخرجوا، وما كانت كالعباد تخرج نتاع منطقة خطر ممنوعة ولات مي كوميم هاو نجموا نحرقوا. كانت الأعداد ماهيش كبيرة كما توا معناتها الفليولي قاعدين نواجهوا فيه في ايامنا هذه. ومن 2008 كان معناتها لو بروميير ديكلونشور نتاع الاكبر عدد نتاع مهاجرين وصلوا لايطاليا، و2015 هو كل ما الدول مستقبل المهاجرين الضيق في شروط يعني في شروط القبول يعني نتاع المهاجرين كل ما الطبيعيين كل ما الهجره غير الشرعيه باش تزيد. والفترة متاع 91 حتى كيف قسمها في 8 ولا في 10 كعرفت قوانين كبيرة، خاصة ما نسوش زاد بدأ الفترة هذه بدأ يصعد فيها اليمين المتطرف في أوروبا، في بدأ اليمين يأخذ في سيته وبدأ حتى إعلاميا بدأ تسيطر النظرة المعادية للمهاجرين. ولين 2008 زاد صار في التدافع الاجتماعي الكبير في تونس، وكالحراك الاجتماعي واللي الضرب ولا مس البنيات الاجتماعية الكل، وخلى نوع وخلق نوع من التحرر اللي نشوفه كيفه في 2000 وبعد 2011، يعني نوع من اعطاء مارج ولا هامش يعني للمهاجرين هذا باش يحاولوا يتمردوا على النظام. هو في النهاية هو الهجرة غير الشرعية هو التمرد اول حاجة على النظام القائم في البلد الذي كتب على القانون التونسي وعلى القوانين الاخرى. يعني في الفترة ذيك زاد عرفت زاد أدفق هايلة خارجة من تونس من حتى الوصول ل 2010 زيد من بعد ولت من الثورة ويجي حتى 2020 ولت تونس ما هيش مرحلة يعني بلد يعني يا بلد يعني متاع منطلق متاع مهاجرين زي دولت بشكل أكبر منطقة عبور نقطة عبور يعني مهاجرين الأفارقة ولوا وخطر بحكم القرب والجغرافي وكل شيء ولوا يفضلوا تونس. يعني كيف نجو نعود نقسمهم عنا تقسيم حتى هال 91 تقسيم نحكو على الهجرة السرية هذه ما كانتش يعني شبه منعدمة من بعد، ولين نحكوا على بدت من 91 حتى بدات بشوي بشوي مع التضييقات القانونية اللي فرضتها أوروبا والاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشكل خاص. بعد من 2010 ل 2020 عنا تسيب كامل أو شبه كامل يعني تونس القوانين اللي صدقت عليها في فيفري 2004 تاليش منظومة معناه أي
ولد تونس دخلت ولد بين ذفرين ولد بوليس أوروبا من في من يعني من فترة 2005-2006 وقانون فيفري 2004 ولد يعني عبارة بوليس أوروبا ولد هي الدولة الموكولة لحماية الحدود حرس الحدود ما بعد الحدود الأوروبي حدود يعني دوزيام ليني عبارة متاع الحدود تونس في بعد الثورة عزت كدولة وتسيب وعزت باش تلتزم بتعهدات هذيك وعزت باش تضبط القانون وباش تسكر على حدودها وين زاد عرفت وزاد الثورة من سوزة الثورة والتمثيلات اللي جابتها الثورة والتغيرات الحاصلة والنظرة للحرقة وللعالم الآخر اللي زاد بطبيعة ساهمت فيها الثورة واللي خلات في بعد الثورة من 2011-2020 تزيد نعرفوا أدفاق كبيرة أخرى خارجة من تونس توصل في 2015 تونس تتصدر يعني العالم في رقم يعني هي مصدر أكبر دولة مصدر المهاجرين غير شرعيين في أوروبا نواضح لما حالا نحكيو على الهجرة ونتصدروا زادة المرتبة الثانية في هجرة الأدمغة أو الكفاءات اللي هو أذوما اللي حالفهم الحظ معناها وبفضل قرايتهم معناتها خلطوا وخرجوا كمان معناتها عبارة سياسية الأوبجيكتيف كمان ما بيناتهم معناتها نحكيو على أكثر من 94 ألف في 6 سنين لكن سامحني معناها يمكن فما الفرق هذوك البلد معناها اللي باش ياخذهم مثلا فرنسا ولا حاجتها بيهم اي معناها ترام معناها هي سامحني كلمه هم باش يجيو بلادهم صرفت عليهم وقراتهم وكونتهم وهي باش قام حاضري بالضبط يدعم لنوعا ما هو صحيح كما نقولوا اخذ وعطاء وهذا ربح وهذا ربح لكن هذوك حاجتها بهم هي باش تحط مثلا مهندسين اعلاميه حاجتها باطباء حاجتها الميادين اللي حاجتها بهم الهجره الغير شرعيه باش تراها كمصدر المخاطر هي معناها مش كيف كيف معناها هذاك مصدر المخاطر هذاك نحكي على كي عطيت ليكزامبل نحكي على فيزيون كامله معناها معناتها هذوما اللي ما خلطوش قراو ما عندهمش الاوراق وما عملوش معناتها الفيزا نتاعهم وما عملوش ديزانسكري لبرا يخرجوا على البحر هذوما نجموا وخلطوا وعملوا معناتها باش يلقاو حاجه اخرى تستنى فيها كونتر بارتي بطبيعه معناتها طالعين كيما قلت دي بروفيل حاضرين اما نفس التوجه باقي عندنا توا اللي لي بروجي معناتها اللي عندنا الكل راهو الى الامام الشمال هو اللي باش يحل لنا المشاكل هذا سامحني راهو ساهمت فيه الدوله والدوله الدوله العز على القرار الاستراتيجي والدوله وقت تفاوض كما تركي مثلا تفاوض يعني على الطاوله وتفاوض بقوه تونس نورمالمون تفاوض بقوه في ملف الهجره وخاطر عندها وسائل القوه تونس خاطر كما حكيت لك نقطه عبور وكل شيء كانت تنجم تفاوض بقوه كانت تنجم اكل هجره الادمغ هذيك يعني تفاوض عليها تخرج مثلا مهاجر يعني ذو كفاءه ولا مهاجر خاطر صرف عليه الدوله التونسيه من الضرائب التونسي الكل نورمالمون تفاوض عليه في مقابل يخرج زاده معاه عشرات المهاجرين من نوعية اللي ما عندهمش الكفاءة هذيك أما هذا غير تصور كان يكون حل هكا دكتورة؟ والله هو معناه كما نقوله هو المهاجر اللي ما عندوش الكفاءة قبل ما معناها تشترط انها باش نعطيك نقول ماش نقولوها بالساهل احنا باش نعطيك طبيب ومهندس تاخذ لي معاهم مثلا خمسة اللي ما عندهمش شهادات تنجم هيك الخمسة اللي ما عندهم شهادات احنا هي باش تشترط على الدولة هذيك باش تقبل هالمقايضة نقولوا هذي تنجم زيادة تشترط ولا تقترح انها الدولة هذيك اللي باش تاخذهم كالخمسة اللي ما عندهم شهادات مثلا توفر لهم ولا تعاون الدعم انهم يكون عندهم تكوين مثلا في بلادهم تكون عندهم صنعة تكون فهمت كيف معناها حتى كي يخرجوا خاطر احنا مش يخرجوا كهو معناها ذوك باش يخرجوا كيخدموا ذوك باش يخرجوا الله اعلم وين باش يوصلوا فهمتني معناها تنجم يا اما كاين بلادهم تنجم توفر لهم قولوا احنا اقل حد من تكوين ولا مهني ولا صنعة ولا اي حاجه نجم تنفعهم والا الدوله هذيك تعاونهم مرحله اولى تعاون بلادهم هما في بلادهم باش كيما نقولوا ينميوا بعض الطاقات ولا القدرات ولا الامكانيات نتاعهم باش تصلح لهم في خدمه ومن بعد غادي باه يكملوا ولا يساعدوهم انا يمكن تكون انفع ما هما هكا عارفين لا. هكا ولا هكا باش يرجعوا لهم وقيلهم شو هما باش يرجعوا لهم لكن راهو معناها المهاجر غير الشرعي يمشي
وهو كما نقولوا الدافع اون فان كونت اللي خرج من بلاده بشهادته ولا بصفه شرعيه وبشهادته ولا بصفه غير شرعيه وبلاش شهيد ولا بشهيد، كيف كيف نتسائلوا خرج من بلاده، دونك الدافع يمكن هو بيده، يمكن هذاك يلوج على يمكن تحسين ظروفه الماديه، وهذاك زاده هذاك يمكن يلوج على من عرش كرامه ولا على من عرش عنده امال اكثر، وهذاك معناها اون فان كونت يجي يكون كيف كيف الدافع. دكتوره هم في اعتقادي انهم زاد الزوز يشاركوا في حاجه وكان الدوله غايبه على العمليتين على الشرعي وعلى الشرعي. يعطيك الصحه معناها البوان دو ديبار معناها اللي باش يدفعهم للخروج اون فان كونت والدوله مغايبه على العمليه. هذا باش نحكي توا في النقطه الثانيه اللي هما لي بروفيل، شكون هم العباد هذوما اللي قاعدين يهجروا في هجره غير شرعيه، شكون هم العباد اللي قاعدين يحرقوا. كنا نعرفوا اللي يعني بروفيل تيب عباره اللي ماهوش قاري ياسر، اللي ما عندوش موارد رزق، اللي في مناطق متوسط العمر هكا مهمش اكزاكتومون معناتها في اج ترونش داج معينه زاد كيف كيف لي بروفيل تبدلت، ولينا ديجا نشوف في حلقات اون لايف في يحلوا ديريكتومون على الفيسبوك، شوفوا في عائلات قاعده تحرق مع بعضها، في بنات في صغار، شنو اللي خلى معناتها هالفارياسيون تاع لي بروفيل من وين كنا، وحتى يمكن زاد توا ولينا نلقاو فيهم شكون اصحاب شهائد عليا. وقت اي مجتمع يغيب عليه النموذج العام ولا المثال العام ولا الموديل ما عادش يخضع لحد شيء. في تونس ما فماش حتى مبدا او معيار نحتكموا له، في تونس ما عادش عندنا حتى معيار نجم نحتكموا له، وشو معناها ما عادش عندنا معيار نحتكموا له. والدوله والقرار السياسي والوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه والبطاله اللي مست الفئات الكل بالفئه المثقف والقاري والمش قاري والصغير والكبير، هذا الكل حط الناس الكل في سله واحده في كاز واحده، ولت الكل تخمم بنفس التخمام ان تونس ما عادش فيها مستقبل، واشتركت في النظره هذه في التمثل هذه ان تونس بلد البؤس والحرمان، وكلها حتى اللي يخدم في تونس يحاول يحسن وضعيته ويشوف فضاء ارحب من تونس، واللي ما عندوش في نهايه الامر هو ما عنده ما يخسر، يقول لك ما عنده ما يخسر، دونك الناس كلها ماشيه، اللي قرا ما خدمش ما عاد عنده ما يخسر، واللي مقراش ديجا ما عنده ما يخسر، والناس كلها فقدتك. والموت والموت ما عادش يخيف التوانسه، الموت هذا اللي يغيب انه الموت والسجن ما عادش يخيفوا التوانسه، الشباب التونسي ما عادش تجاوز السرديه نتاع سرديه الموت والخوف والعقاب ما عادش، هذا ما عادش خاطر الشاب التونسي يشوف في روحه يعني ميت، دونك ما عادش يعني هذا موت وهذا موت، يشوف في روحه الحل الوحيد النجاة هو البحر الابيض المتوسط، لو يتجاوزوا هذيك النقطة الوحيدة اللي نجم كان تقعد هي هذيك معناتها نقطة الأمل، ولا اللي يشوف فيها أنت طبيبة نفسية ونصور تعاملت مع ديكا سيميلير معناتها بتاع عباد حاولوا يجتازوا الحدود وما نجموش ورجعوا على نفسية العبد، معناتها كيما قال كان يحكي خويا محمد تو انت ماشي لو جور جي اللي قررت باش نحرق اليوم صحيح اليوم خارج معناه راني قدام 50% نخلط 50% دوام لله معناه وكمام والارقام وماشيه وتزيد، وحتى قاعدين نشوفوا معناتها لي زيماج ساعات اللي يوصلونا من البحر مخيفه نوعا ما، يعني تشوف فما نوع من التحدي فك اللايف اللي وريو فيهم ولا تصور معناها نوع من التحدي، معناها انا تحدي منين خارج للمنظومه كلها للمنظومه كلها معناها وحتى للموت معناها حتى معناها قابل حتى الموت معناها قدامه البحر يتحدى فيه قدامه عاش قوارب الموت معناها يقول لك هو طالع ماشي للموت يمكن على سقيه وماشي في طريقه يعني عابر طريق الموت وهو معاه هذاك تحدي يعني نوع من التمرد نوعا ما ونوع من الغضب نوع من الإحساس بالظلم نوع اللي فات الطموح فات معناها ولا حتى الانسان كقيمته لهنا درجه نتاع ديزيسبوار ينجم يوصل لها العبد باش اليوم حتى هو مثلا باش يخرج ولا باش يحرق اللي عارف روحه معناتها لا سول سيرتيتود اللي تنجم توجهه اللي هو الموت ما هو الباقي كل مانيش متاكدين منه يخلط ولا مي كوميم نعمله اي اي
اي معناها وهذايا معناها اللي يخوف اكثر اللي كما قلت انت ما عادش هيك الشاب اللي في العشرينات ولا 24 ولا ومع معكم نقولوا اعزب وما عنده شيء ما عندوش كما نقولوا مسؤوليه لا نلقاو حتى اللي ما عنده صغار ولا اللي هي ماشي هو مرته صغار ولا هو معناها يغامر حتى بحياه صغار اللي هي حاجه مش سهله مع نفسانيا باش الانسان يوصل للمرحله هذيك معناها فما اكثر من الاحباط معناها انا بالنسبه لي اكثر من حتى من الاكتئاب هذيك اكثر من ماهوش مو حاجه مؤقته معناها الانسان نظرته للحياه كامله وليت هكيك نظرته للماضي للمستقبل لعائلته حتى اولاده ما عاش يرى فيهم في المستقبل ما عاش يرى معناها حتى هو ما ينجم معناها معاه زاده يموتوا معناها يقول لك شنو يستنى فيهم هي الكلمه اللي راهو فيها يقول لك اللي يستنى فيهم يمكن معناها اخي من اللي احنا فيه ولا هو ما يقولكش انا حياه او موت لا يقول لك انا ما هكا معناها فما اللي هكا يقولون قولك انا في حاله احنا انا ميت يا باش نمشي باش نربح يا انا في الخساره معناها مانيش في يا نربح يا نخسر لا انا في الخساره دي انا ميت مانيش نزيد يقولك. نخسر اكثر من هكا بالضبط ماهوش يزيد يصير فيا اكثر من اللي قاعد صاير توا ولكن مشكله كبيره دكتور انت تعرف معناتها في علم النفس اللي العباد هذه معناتها ما عاد خاسره شيء من الدنيا ما عادش تستنى شيء من الدنيا يا خرج ومعناتها وصادفوا الحظ ووصل يا قعد في البحر تصور الطاقات هذه الكل معناتها الانرجي الخايبه هذه الكل قاعدين في تونس الكل مع بعض ما ينجم كان شنو الإفة اللي نجم نشوفوها معناتها ما ينجم يكون كان سلبي انا ما كان سلبي مش مبرر معناتها الحرقه راهو نحكي جوست راهو هذوما العباد قاعدين يحوسوا معنا كل يوم ما تعرفش من خاطر وش يجي يحكي لك يقول لك والله راه قاعد مبرمش في حرقه انا في الريفيون هو فما هو بكل صراحه معناها فما اللي في المرحله هذيك القلق يكثر به ولا عنده اعراض نفسيه ولا معناها يوصل الاكتئاب اللي معناها يعدي ويتبع وينجم حتى يلتجئ الادويه فما اللي يلتجئ مخدرات فما بشي باش يصبر روحه الادمان كل انواع الادمان وكيما نقولوا هذايا اللي يزيد يخوفنا اكثر من هكا نقولوا احنا مثلا الوالدين فما وازع ساعات فمثلا العبد يقول لك والدي ولا عنده امه اي با حاجه ما نعرفش انا واللي نشوف فيها معناها فما اللي هو اصلا امه تعاونه باش تسلفوا معناها تعطيهم فمش تعطيه ولا تتسلف باش يمشي معناها الام ما اكثرش من الام اللي تخاف على ولدها الام اللي ماشي ولدها في البحر فما اللي على ليميت يشجعوا معناها يشجعوهم ولا يقبلوا ما نقولوش يشجعوا لكن يقبلوا على خاطر هو يراوه هذاك نوع من المشروع هذاك من بعد شو يقوم بالعائله كلها انفستيسمون هذاك يستنوا معناها توصل ام اللي تنجم تضحي ولا تنجم تقبل أن ولدها ماشي في طريق الموت معناها هذه صعيبة ياسر معناها ما ينجمش حتى العبد يقبلها معناها فهمتني واضح ما زلنا مواصلين معاكم في حديثنا على الهجرة الغير شرعية كان التحقتوا بنا توا نذكركم في نمر التليفون تنجموا تطلبون على 31 380 ألف وإلا 58 550 706 فاصل إشاري صغير وهنا رجعين